أهلا ومرحبا بكم أبناء الطلبة في حلقة جديدة وبرنامجكم مدرسة على الهواء في مادة اللغة الإيطالية. اسمحوا لنا النهاردة هنتكلم مع بعض عن سؤال محدد، وهو سؤال الإيميل. بعض الطلبة بيشتكي دايما من سؤال الإيميل، وبيقول إنه من الأسئلة اللي صعبة شوية علينا إن إحنا نقدر نجاوبها أو نقدر نحلها بسهولة. سؤال الإيميل هو عبارة عن جملة مقدمة احيانا بتوضح للطالب ان الاجابات يفترض ان هي تكون في اتجاه معين، بمعنى ان انا لازم اقرا جمله المقدمه بالراحه علشان احدد اتجاه اجاباتي هيكون في اي سياق. بعدها هقرا 4 اسئله مطلوب اني اجاوب عليهم ب4 اجابات عباره عن جمل كامله. طيب مبدئيا انا لازم افهم الاول معنى ادوات الاستفهام عشان احدد الاجابه بتاعتي. فاذا كان بيسالني دوفي اين، فكده أنا فاهم إن الإجابة هتكون عبارة عن زمان ولا مكان؟ أكيد مكان، ويفترض إن المكان ده لازم يكون مكان مناسب للسؤال اللي بيتسأل. يبقى أنا مبدئيا أفهم معنى أداة الاستفهام بشكل جيد، بعديها أقرأ باقي السؤال وأحدد شكل الإجابة. فإذا كان السؤال مثلا مع الضمير أنت تو، هتكون الإجابة مع الضمير أنا إيو. إذا كان السؤال مع الضمير أنتم فوي، هنجاوب مع الضمير نحن نوي. تعالوا نستعرض مع بعض الأول كده واحدة واحدة شكل أدوات الاستفهام، نبدأ كده ونفتكرها مع بعض. والحقيقة إن أنا لما أكون عارف أدوات الاستفهام هتنفعني مش بس في سؤال الإيميل، هتنفعني كمان في سؤال القطعة. أنا عارف إن القطعة بيجي عليها 7 أسئلة بعضها بيبدأ بأدوات استفهام، فإذا أنا فاهم كويس هو بيسألني عن إيه هقدر أحدد الإجابة الصح. كمان على فكرة ممكن ينفعني في سؤال المواقف، لان احيانا الموقف بيقول لي كيدري تسال، فانا لو هسال هستخدم اداه استفهام مناسبه طبعا للي بعد كيدري. فاذا كنت هسال عن راي كينيديتشي ما رايك، اذا كنت هطلب مساعده من حد كيدري ايوتو، فهقول له بوي ايو تارمي، انت تقدر تساعدني، وهكذا. يبقى طبعا فهم الادوات الاستفهام هيسهل عليا كتير في امتحان اخر السنه ان شاء الله. ايه رايكم تعالوا نبدا كده ونكتب مع بعض ادوات الاستفهام ونفتكرها واحده واحده. تعالوا نشوف معانا أداة استفهام دوفي. ودوفي أداة استفهام معناها أين، وهخلي بالي إن الإجابة عليها هتكون مكان مناسب للسؤال. بمعنى إذا أنا سألتك مثلا دوفي فاي أوني ماتينا، أين بتذهب كل صباح، فأنت كطالب هتجاوب وتقول أنا بذهب أسكولا إلى المدرسة. ممكن لو سألتك دوفي باسي أين تقضي لي فاكانسي الأجازات، فطبعا المكان المناسب مش ممكن يكون أسكولا في المدرسة، ده أنا أكيد هقول إن أنا بقضي الأجازات إن كامبانيا في الريف. ممكن أقول إن أنا بقضي الأجازات الماري على البحر. ممكن أقول إن أنا بقضي الأجازة فوري تشيتا خارج المدينة. ممكن كمان أقول إن أنا بقضيها في دولة، وفي الحالة دي أنا بستخدم حرف الجر إن، زي مثلا إن إيطاليا أو في مدينة ما، وبستخدم مع المدن حرف الجر أ زي أروما. وأنا عارف إن المدن بتاخد حرف الجر أ، لكن مدينة زي القاهرة بنقول عليها الكايرو في القاهرة. ممكن أقول إن أنا بقضي الأجازة قد الإسكندرية في الإسكندرية. ممكن كمان أسألك يا ترى فين هتقضي لاسيراتا السهرة، في الحالة دي ممكن أقول إن أنا هقضي السهرة السينما في السينما أو في المسرح، ويبقى تياترو. يبقى أنا لاحظت هنا إن دي كلها مجموعة من الأماكن المتنوعة، وكل مكان فيه معاه حرف جر مناسب ليه. يبقى أنا أولا هختار مكان مناسب للسؤال بتاعي، بحيث أنه أسكولا المدرسة ممكن يناسبها سؤال ما ما يناسبش مكان تاني. أنا ممكن أسألك دوفي فاي أكمبراري إيتوي فيستيتي، أين تذهب لتشتري ملابسك، وهخلي بالي أن أنا في الحالة دي لما أجاوب مش هينفع أسكولا، مش هشتري ملابس من المدرسة، مش هينفع مثلا ألتشينما، مش معقول هشتري الملابس من السينما. يبقى انا هنا محتاج مكان محدد مناسب للسؤال. مين يا ترى يعرف مكان محدد مناسب لشراء الملابس؟ برافو عليكم. ممكن اقول ان تشينترو
في وسط البلد، ممكن اقول الشينترو كوميرشالي في المول التجاري. يبقى احنا كده تابعنا مع بعض سؤال زي دوفي. تعالى كده نبص مع بعض، ولو انا غيرت تغيير بسيط كده في اداه الاستفهام وبدل دوفي، تعالوا ايه رايكم نخليها دي دوفي ودي دوفي، اداه استفهام معناها من اين. دي دوفي من اين يا اولاد، انا بستخدمها للسؤال عن الاصل. فانا ممكن اسالك دي دوفي سي من اين تكون، في الحاله دي انت بتجاوب وبتقول بكون دي روما، انا من روما. يبقى هنا للدلاله على الاصل، ان حرف الجر دي بيستخدم للدلاله على الاصل او المكان اللي انا اصلا جاي منه. ممكن اقول ان انا بكون ديل ايطاليا من ايطاليا، يبقى هنا انا اصلا من ايطاليا. احيانا ممكن اجاوب بالجنسيه على طول، ولو سالتك من اين تكون تقول لي سونو ايطاليانو، بكون ايطالي. يبقى انا هركز قوي ان في فرق بين دوفي اين وبين دي دوفي من اين، اللي انا بستخدمها للدلاله على الاصل او لتحديد المكان اللي انت جاي منه سواء دوله او مدينه. طيب انا عندي ايه كمان غير اداه الاستفهام دوفي؟ تعالوا نتابع مع بعض اداه استفهام ثانيه، ومعانا اداه استفهام كونكي. نبدا الاول ونقول كي فقط هي اداه استفهام بمعنى من. كي لما بتيجي في بدايه الجمله ويقول لي مثلا كي سارا الكانتانتي ديل جروبو، مين هيكون المغني بتاع الجروب، فالاجابه عندنا بتبقى شخص، سواء انا هذكر اسم الشخص او هقول وظيفه لي. فانا ممكن اقول ان ماريو هيكون الكانتانتي بتاع الجروب، المغني بتاع الجروب. ممكن اسالك كي تشي ايوترا، مين تشي ايوتراي هيساعدك مثلا الكونكورسو في المسابقه او البروفي في البروفات، فتقول لي ان البروفيسوري المدرس هيساعدنا او هيساعدني في البروفات. تمام كده. يبقى دلوقتي انا عندي لما بسال بكي بتبقى الاجابه بشخص، غير لو قلت لك كونكي مع من. لو قلت لك كونكي فاي اسكولا، مع مين بتذهب الى المدرسه، فانت هتقول لي انا بذهب الى المدرسه كون لاميتش، مع الاصدقاء. طب كونكي باسي لا فاكانسا، مع مين بتقضي الاجازه، فهترد وتقول لي كون لا فاميليا، مع العائله. يبقى هنا السؤال كي فقط بجاوب بشخص، سواء اسم الشخص او وظيفه دل عليه، زي البروفيسوري المدرس، زي الميديكو الطبيب، زي الكانتانتي المغني، المانجر المدير. لكن لو قلت لك كون كي مع من، هنا بستخدم حرف الجر كون مع شخص، فممكن اقول كون لاميتشي، مع الاصدقاء. لو غيرت حرف الجر واستخدمت اكي بمعنى الى من، فانا ممكن اقول لك اكي كومبري كويستو ريجالو، الى من انت بتشتري هذه الهديه. فانت في الحاله دي هتجاوب ب ا زائد اسم الشخص، فانا بشتري هذه الهديه ا ماريو، لماريو. بينما انا لو جبت ا زائد البروفيسوري مثلا، في الحاله دي انا هشبك حرف الجر ا مع اداه التعريف ال وتبقى البروفيسوري، فانا بشتري الهديه البروفيسوري من اجل او لي المدرس. يبقى انا عندي كي فقط من، لكن لو قلت كن كي مع من، لكن هقول هنا ا كي الى من، انا ممكن كمان اقول دي كي لمن او ملك مين. في الحاله دي هتبقى الاجابه دي زائد شخص، لمن بتكون هذه الاغنيه الجميله، فانا هقول لك ان هذه الاغنيه بتكون دي لورا باوزيني، للورا باوزيني او ملك لورا باوزيني. يبقى احنا استعرضنا تاني اداه استفهام، سواء كانت كي كون كي اكي دي كي. تعالوا نشوف كده مع بعض كمان اداه استفهام. احيانا عندي اداتين استفهام بيسالوا عن الوقت. في اداه استفهام كواندو بمعنى متى. كواندو اقدر ارد في الحاله دي اما بالساعه
فلو سألتك متى أنت بتذهب إلى المدرسة واستخدمت كوان دو، ممكن ترد علي بالساعة تحديدا، فتقولي أنا بذهب ألي أوتو الساعة 8. ممكن كمان ترد علي وتقولي أنا بذهب لا ماتينا صباحا. ممكن تقولي أنا بذهب إن إنفيرنو في الشتاء. ممكن تقولي أنا بذهب إن سبتمبري في شهر سبتمبر. يبقى كواندو الرد عليها بيبقى توقيت وعلى حسب إيه المناسب للسؤال. ممكن التوقيت ده أنا أحدده بساعة معينة فأستخدم حرف الجر ألي. ممكن أرد بتوقيت عبارة عن شهر من شهور السنة. شهور السنة على فكرة بتاخد حرف الجر إن أو حرف الجر أ بدون أداة تعريف. ممكن كمان أرد بفصل من فصول السنة، في الشتاء إن إنفيرنو، في الصيف إن إستاتي. يبقى إحنا هنكتب مع بعض كده إن كواندو أداة استفهام بمعنى متى، وإن الرد عليها توقيت مناسب. التوقيت ده ممكن يكون عبارة عن ألي زائد رقم، وده بيعبر عن ميعاد. ممكن كمان التوقيت يكون عبارة عن شهر من شهور السنة، وهستخدم في الحالة دي إما حرف الجر إن أو حرف الجر أ زائد شهور السنة بدون أداة تعريف، والمفروض إن إحنا عارفين شهور السنة. عندي كمان فصول السنة، ودي بيجي معاها حرف الجر إن فقط بدون أداة تعريف. ممكن كمان يا ولاد أرد بتاريخ محدد، وأنا أعرف إن التواريخ تاخد أداة التعريف إل. فلو سألتك مثلا متى بيكون بداية العام الدراسي، فأنت عايز تذكر تاريخ محدد، فتقول إن بداية العام الدراسي بيكون الفينتيزمو مثلا سبتمبر، 20 سبتمبر. يبقى أنا هنا استخدمت رقم اليوم واستخدمت اسم الشهر. ممكن أقول سنة كذا، يبقى بيجي معايا أداة تعريف إل. يبقى كواندو أقدر أرد عليها بأي توقيت مناسب للسؤال. عندي أداة استفهام تانية هي أكي أورا في أي ساعة، وأنا أعرف إن أكي أورا في أي ساعة الحقيقة الرد عليها هيبقى عبارة عن ألي زائد الرقم، لأن طبعا أنا بسأل هنا تحديدا عن الساعة، وكل الساعات بتاخد حرف الجر ألي باستثناء، حد فاكر يا ترى؟ برافو عليكم، الساعة الواحدة بتاخد ايه بقى؟ الابوستروف اهي، اونا في الواحدة. يبقى المواعيد كلها بدءا من الساعة 2 وحتى نهاية اليوم بنستخدم معاها حرف الجر ألي باستثناء ميعاد الساعة الواحدة. طب يا ترى ليه؟ برافو، لان اونا الواحدة هي الساعة الواحدة المفرد، بالتالي مش هقدر اديلها ألي، لان ألي في الاصل كانت عبارة عن أ زائد أداة التعريف. ليه؟ انا هنا الساعة الواحدة بتاخد إلا أبوستروف كأداة تعريف، هشبكها مع حرف الجر أ وتبقى الأبوستروف أونا، تمام؟ تعالوا نفتكر مع بعض كمان أداة استفهام، وأنا عندي أداة استفهام مهمة جدا اسمها كي كوزا. كي كوزا أداة استفهام بمعنى ما أو ماذا، والحقيقة إن أنا ممكن أختصرها وأكتبها كي فقط، وأقدر كمان أختصرها وأكتبها كوزا فقط، وفي الحالتين معناها ما او ماذا. فانا لازم اخلي بالي انها ممكن تيجي كي كوزا او تيجي كي او تيجي كوزا. لما بيسالني كي كوزا ما او ماذا، ما اقدرش اقول لك ان الاجابه هتكون حاجه محدده. مش زي ما قلت لك ان كواندو بيبقى رد عليها بتوقيت مناسب، مش زي ما قلت لك ان اكي اورا في اي ساعه الاجابه بتبقى ألي زائد ساعه، لان كي كوزا على حسب باقي السؤال. عشان كده لازم تترجم باقي السؤال كويس جدا قبل ما تبدا تجاوب. يعني أنا لو سألتك مثلا كي كوزا بريفريشي، ماذا بتفضل لجري أن تقرأ، فممكن تقولي بريفريسكو لجري إليبري ستوريتشي، أنا بفضل أني أقرأ الكتب التاريخية. طب كي كوزا مانجي أبرانزو، ماذا بتأكل على الغداء، في الحالة دي مش هترد بكتب تاريخية، هترد باسم أكلة زي لابيتزا مثلا. طب ولو سألتك كي كوزا فاي، ماذا تفعل بير فينشري لاجارا فينالي لكي تكسب المسابقة النهائية، في الحالة دي هتفكر في حاجة تعملها زي فاتشو مولتي بروفي، هعمل بروفات كتير، أو ممكن أقول إن أنا شالجو أونا كانسوني نوفا، هختار أغنية جديدة. ممكن لو أنا بشارك في مشروع زي التربية البيئية أبدأ أغير التفكير وأقول حاجة مناسبة زي بوليسكو البوسكو، وأنظف الغابة.
يبقى كيكوزا انا مش قادره احدد الاجابه ممكن تكون ايه الا لما اقرا السؤال بشكل جيد عشان احدد الاجابه بتاعتي. طب انا عندي كمان اداه استفهام تشبه لكيكوزا شويه، وهي كوالي اي او ما. تشبه لها في ايه؟ ان مفيش رد معين اقدر اقول ان الرد ده يطلع صح في كل الاسئله، لازم تفهم السؤال كويس قبل ما تجاوب. فلو سالتك كوالي اي او ما البروجيتو بريفريتو دي ماريو، اي او ما بيكون المشروع المفضل لماريو. ففي الحاله دي هتقول لي ان المشروع المفضل لماريو هو الجيميلاجو توامه. لكن لو سالتك كوالي مثلا تشيتا اي مدينه بريفريشي انت بتفضل، في الحاله دي هتقول لي انا بفضل مثلا انداري اباريجي الذهاب الى باريس. طب ممكن اسالك كوالي لينجوا ستودي اسكولا، اي لغه بتدرس في المدرسه؟ هترد وتقول لي ستوديو انا بدرس الايطاليانو. يبقى هنا تنوعت الاجابه على حسب السؤال. يبقى انا هكتب ان انا عندي كمان كوالي اي او ما، دي اداه استفهام الرد بيتنوع على حسب باقي السؤال. خلي بالك ان كوالي نهايتها حرف ايه، دي اداه بالمفرد، لو شاطر بقى تبقى فاكر انها بتيجي مفرد مذكر او مؤنث. طب ويا ترى لو انا بسال عن جمع هتبقى كوالي بالجمع، وهلاحظ برضو ان الجمع بتاعها مذكر او مؤنث. وهنتبه قوي اذا كان بيسال كوالي بالمفرد ولا كوالي بالجمع. ليه بقى؟ لانه لو سالني بالجمع اقل حاجه في الجمع اتنين، يعني تجاوب بحاجتين. لو سالتك كوالي سونو اي بروجيتي اكسترا سكولاستيتشي، اي او ما بتكون المشروعات الاضافيه، ما ينفعش تذكر اسم مشروع واحد، اقل حاجه في الجامعه اتنين، واحنا اكيد شاطرين وعارفين اكتر من اتنين. يبقى كيكوزا ما او ماذا، كوالي اي او ما. طب تعالوا نفتكر بقى مع بعض اداه استفهام زي كومي، اداه استفهام بمعنى كيف. والحقيقه ان اجابه كومي بتعتمد ايه الفيرب اللي جاي بعدها. فإذا كان كومي في بعدها فيربو اسري، وهيكون متصرف طبعا على حسب بيسأل كيف يكون ايه، هنا فيرب يكون، وما سألك عن شيء كيف يكون مثلا الكونكورسو ميوزيكالي المسابقة الموسيقية، الإجابة هنا يا ولاد بتبقى عبارة عن صفة. أنا بوصف المسابقة الموسيقية بإن هي بتكون فورتي، فورتي يعني قوية، دي مسابقة قوية جدا. ممكن أوصف مثلا بقول ان هي انتريسانتي شيقه، ممكن اقول ان هي ديفيرتنتي ممتعه. في حين ان انا لو سالتك كومي كيف وبعدها فيربو انداري بمعنى تذهب، في الحاله دي انا بسال عن وسيله مواصلات، وهيكون الرد اما باستخدام حرف الجر ان زائد وسيله مواصلات، بس خلي بالك بدون اداه تعريف. تمام. ممكن كمان نستخدم ايه غير ان؟ برافو عليكم، كن زائد وسيله مواصلات، وشاطرين اخدوا بالهم وقالوا في الحاله دي هتبقى وسيله المواصلات مع حرف الجر كن بتيجي باداه تعريف. يبقى انا عندي كومي على حسب في بعده فيربو اسري ولا في بعده فيربو انداري، وبستخدم للرد على انداري ان او كن بأداة التعريف مع وسائل المواصلات. طيب تعالوا نشوف كمان معانا في أدوات استفهام تانية زي أداة استفهام، نقول كده مع بعض عندي أداة استفهام كن، كوالي، ميتسو، بأي وسيلة مواصلات. يبقى كده من الواضح جدا ان احنا بنسال عن وسيله المواصلات. خلي بالك بقى، تعالى نراجع كده مع بعض. اسهل وسائل المواصلات ان انا اقول ان تاكسي. طب انا اعرف ايه كمان؟ ان مكنه العربيه او بالسياره. طيب نفترض ان انا رايح مثلا ان اوتوبوس بالاتوبيس، ممكن اروح ان ترام بالترام، ودي سهلة شبه العربي، أو أقول إن مترو
بالمترو. في عندي كمان إن أيريو بالطيارة، إن نافي بالسفينة، إن ترينو بالقطار. كل دي وسائل مواصلات وأنا بختار الأنسب ليا. يعني نفترض إن أنا بتكلم عن مكان قريب، أقدر أستخدم إن تاكسي، أقدر أستخدم إن أوتوبوس، أقدر أستخدم مثلا إن مكنة بالعربية. لا، أنا بتكلم عن حاجة بعيدة شوية ما بين مدينة ومدينة أخرى، يبقى هنا مين مناسب أكتر؟ إن ترينو. لا يا سنيورة، أنا مسافر خارج الدولة رايح أعمل توأمة مثلا في فرنسا، يبقى يفضل إن أنا أستخدم إن أيريو كالطيارة وسيلة مواصلات للمسافات البعيدة. طيب أنا عندي كمان وسائل أدوات استفهام، زي إيه يا ترى؟ عندي أداة الاستفهام بركي. بركي أداة استفهام يا ولاد بتيجي بمعنى لماذا؟ والرد عليها حاجة من اتنين، إما هجاوب وأقول بركي لأن، خلي بالك إن في الحالة دي هيجي بعدها فعل مصرف على حسب الجملة. ممكن كمان أرد وأقول بير بمعنى لكي، وفي الحالة دي هيجي بعدها فعل في المصدر. وطبعا احنا فاكرين ان فيرب في المصدر يعني بينتهي بنهاية واحدة من المجموعات التلاتة اللي هما ايه؟ اما مجموعة اولى اري، او مجموعة تانية ايري، او مجموعة تالتة ايري. يبقى نفتكر كده مع بعض تاني كل ادوات الاستفهام سريعا، نقولهم سوا يلا. دوفي اين، ورد بمكان مناسب. كي من، ممكن تبقى كن كي مع من، آ كي إلى من، دي كي لمن أو ملك من. في الحالة دي برد لو كانت كي شخص فقط، كن كي يبقى كن زائد الشخص، آ كي يبقى آ زائد الشخص، دي كي يبقى دي زائد الشخص. عندي كمان أداة استفهام كواندو، متى، آ كي أورا في أي ساعة. في الحالتين برد بميعاد مناسب، سواء كان الميعاد عبارة عن ساعة اللي زائد الرقم، أو مثلا من المناسب إن أنا أرد وأقول صباحا أو مساء، لا ماتينا أو لا سيرا، أو أي ميعاد مناسب للسؤال. نيجي بعديها وقال لي كومي كيف، وبركي لماذا، كون كوالي ميتسو بأي وسيلة مواصلات. يبقى دي مجموعة من أدوات الاستفهام. طيب ممكن كمان يسأل دي كي كولوري، من اي لون؟ ما ننساش ان احنا عندنا اخر اونيتا بتتكلم عن شوبينج التسوق وفيها الالوان، يبقى انا لازم اكون عارف الالوان. طب يا ترى فاكرين الالوان؟ تعالوا نفتكرها سريعا عشان لو سالني عن لون من الالوان ابقى انا فاكرها كويس. نبدا الالوان كده، واسمحوا لي انا هقسم صفحه جزئين، لان انا عندي الالوان بتنقسم انا هعتبرهم نوعين. في نوع انا هسميه الوان عاديه. عادية يعني ايه؟ يعني بتنتهي في المفرد المذكر بحرف الاو، زي اللون بيانكو الابيض، وزي اللون نيرو الاسود، وزي اللون روسو الاحمر، جريجو الرمادي، جالو الأصفر، أتزرو الأزرق. أنا ملاحظة أن كل الألوان دي بتنتهي بحرف الأو، فأنا بعملها على أنها ألوان عادية أو صفات عادية. يعني الشكل ده هو المفرد المذكر، ممكن أحولها لمفرد مؤنث بإني بغير الحرف الأخير، فبدل أو بغيره وبعمله آ، فبيانكو تبقى بيانكا. ممكن كمان أحولها للجمع المذكر، فبدل الاو بحولها الى اي، ونيرو في الجمع المذكر تبقى نيري. ممكن احولها كمان للجمع المؤنث، فاذا كان عندي مثلا اتزرة بالآ احولها الى اتزرة بحرف الاي، فبقت كده بالجمع المؤنث. طيب النوع الثاني انا بعملها على انها صفات شاذة او صفات غير عادية، بمعنى احيانا بنسميها صفات النوع الثاني، انها الوان زي اللون مروني بني، ارنشوني
برتقالي. فيردي اخضر. لاحظنا ان الثلاث الوان دول بينتهوا بحرف ايه، تمام، وان شكلهم كده مفرد مذكر ومفرد مؤنث، واذا حبيت احولهم من مفرد لجمع بغير الحرف الاخير وبحوله الى اي، وبيبقى جمع مذكر وجمع مؤنث. طب يا سنيوره، دي هنعتبرها الوان عاديه وهنا الوان شاذه او مش عاديه، طب فاضل ايه؟ فاضل لونين. انا عندي الحقيقه لونين، لون روزه، اللون الوردي او البامبا، احنا احيانا بنقول عليه روز العربي باللغه العاميه. في عندي كمان بلو وهو اللون الكحلي. ايه حكايتهم اللونين دول؟ بيقولوا عليها انها الوان لا تتغير. يعني ايه لا تتغير؟ قال لي يعني شكلها ثابت، تيجي بتوصف كلمه مفرد او جمع، مذكر او مؤنث، اذا الحرف الاخير هنا لا يتغير بتغير الشيء اللي انا بوصفه. يبقى انا بعتبر ان دي اجابات. لو سالني دي كي كولوري من اي لون، فانا عارف الالوان كلها وبختار لون مناسب على حسب الشيء اللي هو بيسال عنه، اذا كان مفرد او جمع، مذكر او مؤنث. طيب انا عرفت اداه الاستفهام وفهمت السؤال وعايز اجاوب. خلي بالك كمان من حاجه مهمه، معرفتك للإجابة بتاعت أداة الاستفهام هو نص الطريق للحل الصح. طب إيه النص التاني يا ترى؟ النص التاني إن في تغييرات مهمة جدا بتتم ما بين السؤال والإجابة. بمعنى أنا لو سألتك مع أنت تو، هتبقى الإجابة أو الرد مع أنا إيو، يبقى تصريف الفيرب لازم يتغير. طب تعالوا كده نراجعها مع بعض، نكتب كده ونقول إن إذا كان السؤال، نفترض إن السؤال مع أنت تو، هبص هلاقي إن الإجابة هتبقى مع أنا إيو. طب يا ترى السؤال مع أنت تو هيبقى تصريف الفيرب شكله إيه؟ قال لي الفيرب مع تو أنت بينتهي بحرف إي. إذا كان فيرب عادي هيتصرف معايا أنا وينتهي بحرف أو. يعني إذا أنا سألتك في أي مشروع بارتيتشيبي انت تشارك، مهم قوي انك تخلي بالك ان الحرف الاخير ده في الاجابه هينزل ويبقى معايا انا بارتيتشيبو بحرف الاو، انا اشارك. تحويل الفيرب من السؤال للاجابه وتغيير النهايه ده عليه نص الدرجه. نفترض ان انا سالتك مثلا اي اغنيه كانتي أنت تغني، لما ترد هتقولي أنا أغني ويتحول الفيرب النهاية تبقى كانتو معايا أنا. طيب ده مع الأفعال العادية. نفترض إن الفيرب بتاعي فيرب شاذ، يا ترى حافظين الأفعال الشاذة؟ لو أنا سألتك سي أنت تكون، افرض إنه بيسألني دي دوفي سي، من أين تكون؟ الرد معايا أنا هيبقى سونو، أنا أكون. لو سألني كوانتي أني أي، كم سنة أنت تملك؟ الرد هيبقى أنا أملك وتصريف الفيرب هيبقى أو. نفترض إن هو سألني دوفي فاي، أين أنت تذهب؟ هرد معايا أنا وهقول له فادو، أنا أذهب. عندي كمان ايه افعال شاذة يا ترى؟ فاي انت تفعل، هيبقى الرد معايا انا فاتشو، انا افعل. هخلي بالي ان فاتشو واحد من الافعال اللي مش شرط ان هي تكون موجودة في الاجابة اذا سألني وقال لي فاي انت تفعل. ليه بقى؟ لان ممكن اسألك مثلا كيكو ذا فاي، ماذا انت تفعل الفيني ستي معنا في نهاية الاسبوع؟ في الحالة دي انت عايز ترد وتقول انا بخرج مع اصحابي. هل انت لما ترد بالعربي بتقولي افعل اخرج مع اصحابي؟ اكيد لا، محدش بيرد كده. امال بتقولي ايه؟ بتقولي اخرج مع اصحابي على طول. اذا هسألك ماذا تفعل، وانت لما ترد هتقول الفيرب اللي انت بتفعله، مش هتكتب كلمة فاتشو انا افعل، هتكتب الفيرب على طول اللي هو اسكو، أخرج مع أصحابي. ممكن أقول جواردو لا تي في، أشاهد التي في.
ممكن اقول ليجو اونلي برو، اقرا كتاب. ممكن اقول ستو اكازا، ابقى في البيت. ممكن كمان اقول فاتشو. طب مش انت يا سنيوره قلتي هنقول الفيرب اللي انا بفعله؟ ما هو نفترض ان انا في نهايه الاسبوع بتسوق، اه ده مصطلح فاري شوبينج، ومعايا انا هيبقى الفيرب فاتشو شوبينج. يبقى انا هستخدم فاتشو اذا انا محتاجها، واذا مش محتاجها هشوف بالعربي ايه الفيرب اللي انا عاوز اقوله واكتبه على طول. تمام، نكمل بقى. ومين شاطر نسال بقى على شويه افعال كده بنعتبرها من الافعال الصعبه شويه. يا ترى مين يقول لي؟ فيني، انت، تاتي. حد هيفتكره؟ معايا انا بيبقى فينجو. برافو عليكم. طب ولو سالتك بوي، انت تستطيع. صعب برضو شويه، يا رب نكون فاكرين. معايا انا هيبقى بصوا. برافو عليكم. ده ما ينفعش تقول لي اغير حرف، انا لازم اكون حافظ الافعال الشاذه. طيب انا في عندي ايه كمان يا ترى؟ فوي، انت تريد. ممكن ارد واقول فوليو، انا اريد. في كمان صيغه خدناها بمعنى انا اريد وهي فوري. يبقى كل دي كانت عباره عن تغييرات تتم بين السؤال مع تو انت والفيرب معايا انا بيبقى شكله ايه، سواء فيرب عادي بغير اخر حرف او كان فيرب من الافعال الايريجولاري الشاذه وانا حافظ التصريف بتاعه. بس يا ترى التغييرات بتقتصر بس مع انت على الافعال ولا في حاجه كمان؟ قال لي لا، ممكن كمان صفات الملكيه. بمعنى لو سالتك ال تو اميكو، صديقك مثلا هيشارك معاك في المسابقه ولا لا؟ فلما ترد هترد وتقول الميو اميكو، صديقي انا. لو سالتك لا تو اميك، صديقتك انت، هتغني معاكوا في المسابقه ولا لا؟ فلما ترد هتقول لا ميا اميك، وهكذا. يعني اذا اي تو واي مع انا هتبقى اي مي اي، اذا كانت لي تو واي بالجمع المؤنث معي انا هتبقى لي مي، يبقى بغير صفات الملكيه. طب يا ترى في كمان ايه؟ ضمير المفعول. بمعنى احنا اخدنا السنه دي ضمير المفعول، ضمير المفعول معاك انت اسمه تي. فانا ممكن لو سالتك بالضمير تي مين هيساعدك؟ تي ايو ترى. فلما ترد تقول البروفيسور هيساعدني، يبقى مي ايو ترى. طب ممكن يكون الضمير مش موجود قبل الفعل المصرف، بمعنى مين هيجي كن تي معاك انت؟ فتقول لي اصحابي هيجوا كن مي معايا انا. طب تعالوا نكتب الكلام ده عشان نبقى فاكرينه كويس. اذا انا لقيت عندي في السؤال واحد من صفات الملكية زي مثلا تو، في الاجابة بتبقى ميو. طب ولو كانت تو بالمؤنث في الاجابة بتبقى ميا. توي بالجمع المذكر هتبقى مية، وتوي بالجمع المؤنث في الإجابة هتبقى، معلش احنا عملناها هنا دي مية بالجمع المذكر طبعا، وهنا هتبقى مية بالجمع المؤنث. إذا في عندي بقى ضمير مفعول تي في الإجابة بيجي معايا أنا مي. طب وإذا كان الضمير تي في الإجابة معايا أنا مي. يبقى أنا ألاحظ إن كل التغييرات دي تغييرات هامة ولازم أراعيها، وكل ده إحنا كنا بنتكلم مع الضمير تو أنت. نفترض إن السؤال تم في صيغة أو متصرف مع الضمير أنتم فوي، في الحالة دي هنرد مع نحن نوي. طب يا ترى فاكرين تصريف الفيرب مع أنتم فوي؟ المجموعة الأولى أتي، المجموعة الثانية إيتي، المجموعة الثالثة إيتي. والحقيقة في الرد الثلاث مجموعات مع نوي بياخدوا نفس النهاية وهي إيامو. برافو عليكم. يبقى أنا عندي إذا كان السؤال مع فوي في ثلاث نهايات، المجموعة الأولى في المضارع أتي، المجموعة الثانية إيتي، المجموعة الثالثة إيتي، هنلاحظ إن الإجابة مع نوي نحن كلهم نهاية واحدة هي النهاية إيامو. فإذا قال لي مثلا في أي مشروع بارتي تشيباتي أنتم تشاركوا،
هرد واقول نحن نشارك، وهتبقى الاجابه بارتيتشيبيامو مع نوي. طيب نفترض ان الفيرب كان مثلا اي اغنيه، كان طاطي انتم بتغنوا، الرد هيبقى احنا بنغني كانتيامو، اغنية مثلا نوفا، اغنية جديدة او مودرنا حديثة. لو سألني كي كوزا بريفريتي، وده مجموعة تالتة، تفضلوا، الرد مع نوي هيبقى بريفريامو، نحن نفضل. يبقى انا ملاحظة كده ان التصريف مع فوي بيتحول في الاجابة لتصريف مع نوي، وابقى حافظ الافعال الشاذة. المفروض ان الافعال الشاذة احنا خلاص عرفناها، بمعنى انتم تكونوا سيتي، الرد معنا احنا نكون هيبقى سيامو، انتم تملكوا افيتي، الرد معنا احنا هيبقى ابيامو. تعالوا نكتبها كده مع بعض، فضل ان احنا دايما يبقى الكلام قدامنا علشان نبقى شايفينه. سيتي انتم تكونوا، هيبقى الرد معنا احنا سيام. افيتي انتم تملكوا، الرد مع نوي هيبقى ابيام. انتم تذهبوا انضاتي، مع نوي هيبقى انديام، نحن نذهب. انتم تفعلوا فاتي، الرد معنا احنا فاتشام. ممكن كمان يجي لي فيرب زي بوتيتي، تستطيعوا، والرد هيبقى بوسيام، نحن نستطيع. فوليتي انتم تريدوا، والرد هيبقى فوليامو، نحن نريد. دوفيتي انتم يجب ان، والرد مع نحن نوي هيبقى دوبيامو، نحن يجب ان. نفس اللي قلناه مع الضمير تو انت، ان لازم اغير صفات الملكية، هننفذه مع انتم فوي. بمعنى اذا سألت مثلا الفوسترو اميكو صديقكم، هيبقى الرد النوسترو اميكو صديقنا احنا. لو كان في ضمير مفعول زي في انتم، الرد هيبقى معانا احنا، والضمير يتحول الى تشي. يبقى انا دلوقتي عرفت التغييرات بشكل عام، وخلي بالي بقى، هل يا ترى في كل الاحوال في تغييرات بتتم ما بين السؤال والاجابه، ولا احيانا الفيرب ما بيتغيرش؟ لا، في احيان الفيرب ما بيتغيرش فيها يا اولاد، ويا ترى تفتكروا مع مين؟ برافو، مع الضمير هو. بمعنى لو انا سالت مين هو مثلا المغني بتاع الفرقه، فهيكون الرد ان ماريو بيكون المغني بتاع الفرقه. هنا انا ملاحظه ان مين بيكون المغني، ماريو بيكون المغني، يبقى ده الفيرب ما اتغيرش. كمان الفيرب مع لورو هم، اين ذهبوا اصدقائكم، فانتوا لما تردوا هتقولوا اصدقائنا ذهبوا، اين ذهبوا اصدقائكم، الرد كان الاصدقاء ذهبوا، يبقى الفيرب مع لورو ما بيتغيرش. احيانا كمان لما بيتضح من مقدمة الايميل ان انا وانت هنشترك مع بعض في مشروع من المشروعات الاضافية، واحنا عارفين ان احنا عندنا اكتر من اونيتا بتتكلم عن اي بروجيتي اكسترا سكولاستيتشي، لو واضح من جملة المقدمة ان انا وانت هنشارك مع بعض في واحد من هذه المشروعات، وسألتك متى كواندو كومينشامو لبروفي، هنبدأ البروفات، يبقى في الحالة دي ما ينفعش تغير الفيرب، ما ينفعش تقولي روحوا ابدأوا، احنا مشاركين انا وانت مع بعض، وده واضح من المقدمة. في الحالة دي يفضل الفيرب مع نوي زي ما هو. طيب ايه رأيكم بقى نبدأ نستعرض مجموعة من الاسئلة باجابتها؟ هنستعرض كل سؤال لوحده ونحاول نجاوب عليه، ونشوف ايه التعديلات اللي بتتم وطريقة الاجابة ازاي. تعالوا نسأل سؤال كده ونقول مثلا كوالي سونو اي بروجيتي اكسترا سكولاستيتش. تعالوا نترجم السؤال مع بعض.
quali sono i progetti اي بتكون المشروعات اكسترا سكولاستيتشي الاضافيه على المنهج. احنا درسنا مجموعه من المشروعات الاضافيه على المنهج، تعالوا نفتكر زي ايه يا ترى؟ الجيميلاجو التوأمه، زي الكونكورسو ميوزيكالي المسابقه الموسيقيه، وانا الحقيقه ممكن اقول عليه لا ميوزيكا الموسيقى، زي الادوكاسيوني امبينتالي التربيه البيئيه، وانا ممكن اقول عليه الايكولوجيا علم البيئه، زي لو سبورت الرياضه، لارتي الفن، التياترو المسرح، ليليتسيوني دي جويدا دي حصص لتعليم القياده، في كمان ليتسيوني دي كوتشينا ودي حصص لتعليم الطهي او حصص في طريقه الطبخ او الطهي. يبقى دي كلها عباره عن اكتيفيتا انشطه او بروجيتي اكسترا سكولاستيتشي مشروعات اضافيه. انا لما اجي اكتب مثلا ويقول لي كوالي اي او ما بالجمع، المفروض ان انا عارف ان اقل حاجه في الجمع هكتب اتنين، بس الشاطر بقى هيكتب اكتر من اتنين، انا حافظ اكتر من مشروع، بس اكتب المشروعات اللي انا متاكد ان انا هكتبها كحروف او سبيلنج صح. ما يفترضش ان انا اكتب حروف غلط، لان ده مش كويس لما المصحح بيلاقي ان الاخطاء كتيره، مش معقول هيدي لك الدرجه النهائيه، فانا اكتب الحاجات اللي انا واثق ان انا بعرف اكتبها صح وفي جمله كامله. في طالب يقول لي لا انا هكتب الاجابه وبس، ما ينفعش، مطلوب منك تجاوب اجابات كامله. بمعنى تعالوا نشوف كده يا ترى اداه الاستفهام هنا كانت كوالي، يبقى انا هحذفها لان انا خلاص عرفت الاجابه على السؤال بتاعي، بنحذف اداه الاستفهام. باقي الجمله بينزل معايا في الاجابه، بس هظبط بقى الترتيب بتاعها. بمعنى لما اجاوب اقول تكون المشروعات الاضافيه ولا المشروعات الاضافيه تكون؟ برافو، يبقى انا هقول المشروعات الاضافيه تكون. يمكن علموها لنا زمان واحنا صغيرين في ماده الانجليش كده، كانوا يقولوا لنا اعمل حركه المقص، فاكرينها؟ فنعمل ايه؟ نكتب الاول اي بروجيتي اكسترا سكولاستيتش المشروعات الاضافيه، ادي اول ناحيه في المقص بتاعي. الناحيه الثانيه سونو يكون، يبقى دي الجزء الثاني. الاجابه بقى ابدا اكتب زي ما قلنا المشروعات اللي انا واثق ان انا بعرف اكتبها بسهوله واكتبها صح. لو سبورت الرياضه، لارتي الفن، الجيميلاجو التوامه، ممكن اقول كمان التياترو المسرح. لو كان اللي جاي ده اخر مشروع بالنسبه لي، يبقى هقول ايه واكتب مثلا ليدوكاسيوني امبينتالي التربيه البيئيه. واحنا اتفقنا ان ممكن بدل كلمه ادوكاسيوني امبينتالي استخدم كلمه ثانيه هي ليكولوجيا علم البيئه. لكن طبعا اعتقد بعض الطلبه دلوقتي زعلان قوي عشان هو حافظ الكونكورسو ميوزيكالي بشكل جيد، برافو عليكم. لو عايز اضيف ممكن اضيف الكونكورسو ميوزيكالي المسابقه الموسيقيه، واتفقنا برضو ان انا ممكن اقول عليها لا ميوزيكا الموسيقى. يبقى دي كده اسماء المشروعات الاضافيه، وده واحد من اسئله الايميل المهم. ممكن يسالني ايه تاني عن المشروعات؟ ما يسالنيش ويقول لي ايه هي، يغير اداه الاستفهام ويقول لي كوانتي. خلي بالك كوانتي يعني كم، هنا انا مش طالبه اسمائها، مش طالبه ان انت تكتب الرياضه والفن، لا انا طالبه كوانتي كام، يعني تكتب عددها. كام مشروع بتنظم المدرسه؟ في الحاله دي هتقول ان المدرسه بتنظم مثلا تري بروجيتي، ثلاث مشروعات. تعالوا نكتب السؤال ده كده، لو غير اداه الاستفهام من كوالي اي او ما الى كوانتي كم، سونو يكون اي بروجيتي المشروعات، وانا بدل اكسترا سكولاستيتشي هغير واستخدم اكسترا كوريكولاري، برضو هي بمعنى الإضافية. ايه رأيكم بقى؟ احنا اتفقنا ان كوانتي كام، يبقى انا هرد بعدد. نعمل ايه عشان نجاوب؟ نشيل اداة الاستفهام، نعمل حركة المقص بتاعتنا ونكتب اي بروجيتي المشروعات اكسترا كوريكولاري
الاضافيه، الناحيه الثانيه من المقص هتبقى صونو يكونوا، ونكتب عدد. نفترض ان انا كتبت مثلا تري 3، بس مش هسكت، هقول 3 ايه؟ تري بروجيتي، 3 مشروعات. في طالب يقول لي لا يا سنيورة، انا اعرف اكتب رقم 3 بالحروف. برافو عليك، تري. يبقى انا ممكن اكتبه كرقم، ممكن اكتبه بالحروف، الاتنين صح. طيب انا ممكن اسألك كمان سؤال عن المشروعات، مش هقول لك ايه هي المشروعات ولا كام بتكون المشروعات، لا، انا اسألك تحديدا انت بقى، أكوالي بروجيتو، في أي مشروع بارتيتشيبي أنت تشارك؟ تعالوا نشوف كده السؤال ده. لو سألني وقال لي أكوالي بروجيتو، في أي مشروع، اسمح لي بقى أن أنا ممكن أغير الفيرب، بمعنى ممكن أستخدم وأقول فيرب في المضارع بارتيتشيبي أنت تشارك، ده كده فيرب مضارع. ممكن اقول تي بياتشي، يعجبك بارتيتشيباري، ان تشارك. وانا عايزه بقى الطلاب الشاطرين يقولوا لي هو فيرب بارتيتشيباري ليه جاي في الانفينيتو او في المصدر؟ لانه بعد بياتشي. في الحاله دي انا لما برد بقول له مي بياتشي بارتيتشيباري، بيعجبني ان اشارك، واختار واحد من المشروعات. فاذا كنت هشارك في الرياضه مثلا بقول الو سبورت في الرياضه. طبعا براعي اذا كان الايميل بتاعي في زمن الماضي هلتزم باني ارد في الماضي، واذا كان في الفوتور سامبليتشي هلتزم اني ارد في المستقبل، وعلى حسب الزمن بتاعي انا برد بصرف الفعل بشكل صح، اقرا السؤال للنهايه، وإن شاء الله هيبقى واحد من أسهل الأسئلة آخر السنة. مع تمنياتي بدوام النجاح والتوفيق، سعدت بيكم، أرجو أني ألقاكم في حلقات قادمة بإذن الله. مع السلامة.